الحق لو نظرنا لوجدنا أن الإسلام يعطي للمرأة المكان اللائق بها التي ربما لم تعطيها لها لا شريعة ولا قانون وضعي إلى يومنا هذا، رغم ما قد نرى طبعا ربما ما نراه في الغرب من بعض الصور، لكن لو قصصت عليكم بعض القصص من حياة النبي لوجدنا أننا ربما الصورة نحن غافلون عنها فقط، قد تبهرنا بعض الصور. لو جئنا إلى الرفق بالمرأة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كرم المرأة ورفق بها سواء كانت زوجة أو أما أو بنتا أو أنثى بصفة عامة. لو جئنا نبدأ بالأنثى أولا كأنثى، يعلم إخواننا المشاهدين أن النبي عليه الصلاة والسلام من آخر ما كان في حياته خطبة حجة الوداع. حجة الوداع هي الحجة الوحيدة للرسول عليه الصلاة والسلام. الخطبة هذه هي أكبر تجمع إيماني في ذلك العصر، حضره 140 ألف من المسلمين، يعني 140 ألف ذاك الوقت كان عدد كبير جدا. كبير صح. ماذا فعل النبي في هذه الخطبة؟ لخص فيها أهم القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية. استوصى بالنساء 3 مرات في الخطبة هذه، 3 مرات هو يقول يوصي بالنساء، كان قادر يوصي بها مرة واحدة. يقول اتقوا الله في النساء، فإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بأمانة بكلمة الله. يزيد واستوصوا بالنساء خيرا. يعني واحد اللي يوصي 3 مرات في آخر كلام مات بعده بفترة قليلة، كما أوصى بالصلاة وأوصى بأمور أخرى، فهذا تعطينا واحد المعنى عظيم. هذه في الحق الرفق بالأنثى كأنثى، استوصوا بالنساء. كلمة استوصوا، وصوا بعضاكم. واحد يجي يحكي لك على مرته، قال ما علاش هذه مات ولادك وهذه زوجتك وهذه دات معك الحلو والمر، احكي لك على يما، احكي لك على نستوصي، انا اوصي وغيري يوصيني. يعني بالعاميه انا اكون محضر خير. بارك الله فيك. دائما حولوا اللم ونحاولوا نلصقوا. اذا جئنا الى الزوجه، وما ادراك ما الزوجه؟ الرفق بالزوجه، لو عدنا الى حياه النبي لراينا ان صور الرفق بالزوجه كثيره، منها منادتها باسمها بل بأحب الأسماء إليها. راح نعطيكم قصص يعني نعطي الصور وبعد نتكلموا. رقم 2 السماع لها والتلطف معها في الكلام، مراعاة النظر إليها بعين المحاسن كما ننظر في بعض الحين بعين العيوب. الحين العين تركز على العيوب والنقائص، لكن لابد أن ننظر أنه مد كان هناك عيوب، لكن هناك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفركوا أي لا يكرهوا مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا راضية منها آخر. وهذا هو الإنسان، عنده إيجابية وسلبيات. الوفاء لها، والوفاء له معاني كثيرة، من طبعا معاني التلطف معها في الكلمات وعدم إهانتها وعدم استعمال الكلام البذيء معها وعدم ذكر الصفات السيئة الموجودة فيها. من معاني طبعا من صور الرفق بالمرأة مراعاتها في اللحظات الصعبة كلحظات المرض ولحظات يعني تاع الانتظار. وبالمناسبة نفتح واحد القوس صغيرة، طبعا هنا ربما نحن في شهر أكتوبر أكيد، وشهر أكتوبر هو شهر فحص المبكر بالنسبة للسرطان بالنسبة للنساء، وربما كثير من النساء تعيش واحد اللحظات تاع القلق. يعني من الوفاء أنه الزوج في هذه اللحظات يكون مع زوجته كلمة طيبة وبطبعا الاحتواء النفسي. من صور الرفق بالمرأة كذلك بالزوجة كزوجة أيضا احتواؤها بالمشاعر والعواطف. المرأة من خصوصيتها بصفة النبي بالقوارير لأن قلبها فائض يفيض بالمشاعر والعاطف، ولذلك تتأثر بالكلمة وتتأثر بالمشاعر.